غالي والله والله يا حبيبي الغالي، اقول لك ايه واعد لك ايه، بس والله ما عارف اقول لك ايه واعد لك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. عشاق نجم الجماهير في كل مكان، اهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويسعدكم ويكتبكم في الصالحين، امين يا رب العالمين. ابدا معاك سيد الفاضل، يعني هذا البث مش عارف ايه اللي اليوتيوب مال، يوتيوب مال وماله اليوتيوب بقى، نظبط نفسك معانا يا غالي، يكرمك الباري في الشهر الجاري والعام الجاري كله والعام التالي كمان يا رب ان شاء الله. طيب يا سيدي، عاوز ابدا معاك، عندي موضوعين في منتهى القوه، اهم موضوع فيهم هي المداولات اللي عملتها لجنه التظلمات النهارده فيما يخص صفقات لاعبي نادي الزمالك وعدم استخراج الكرنيهات حتى الان، رغم ان رئيس نادي الزمالك بالامس اعلن ان الكرنيهات جاهزه وان وليد العطار كلمه وقال له تاخد الكرنيهات بكره على الاثنين بدل يوم الاحد زي ما هم كانوا قايلين، فبالتالي ما طلعتش كرنيهات، دعبسنا ودورنا وشفنا ايه الحكايه وايه الروايه وايه اللي جرى، فخلي ده هنخليه دلوقتي على جنب، لكن نروح للشكوى اللي النهارده النادي الاهلي بيطلب بيشتكي رئيس نادي الزمالك. لا كده بقى اقول لك ايه واعد لك ايه، اظبط معانا اظبط معانا اظبط معانا يا بيه، اظبط معانا يا سيدي، ربنا يكرمك ويرضى عنك، ربنا يكرمك ويرضى عنك. ايوه يا سيدي، ايوه ايوه يا سيدي. بص يا سيدي، النادي الاهلي النهارده عمل 3 شكاوي. خلاص انا هقفل اليوتيوب خالص، لحظه هنقفل اليوتيوب اهو خلاص، ونخلينا على الفيسبوك بس وكده يعني ماشي. نبدا بس الاول، النادي قال النهارده عمل 3 شكاوي. اخر شكوى ضد رئيس نادي الزمالك وقناه نادي الزمالك، ضد رئيس نادي الزمالك وقناه نادي الزمالك، امر يعني انا يعني كان متوقع. ليه بقى؟ اي حد مراقب للاحداث متابع للتفاصيل يفهم فيما يدور حول الامور. الكلام اللي قاله رئيس نادي الزمالك حوالين ان هو ليه الاهلي بيلعب بدون جمهور ماشي، والكلام اللي عملته قناه نادي الزمالك من بس منشتات تحض على الكراهيه وتشعل الفتنه، ده الكلام النهارده اللي خلاص النادي الاهلي خلاص يعني كشر عن انيابه الكابتن محمود الخطيب، وعمل شكوى للمجلس الاعلى للاعلام برئاسه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ كرم جبر عشان يشوفوا ايه الحكايه. يعني احنا انتنينا في الموالده على طول ولا ايه؟ احنا قلنا ان احنا هيبقى في التزام بالروح الرياضيه، بالاخلاقيات الرياضيه، بالسلوكيات الرياضيه، لكن النادي الاهلي شاف ان ده ما حصلش، وشاف ان في بث ماده وتصريحات اشعلت الكراهيه في نفوس قله من جماهير نادي الهلال السوداني واثرت على مسيره النادي الاهلي خلال تواجده في السودان الشقيق، فبالتالي العمل شكوى للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ كرم جابر. قال لك تقدم اليوم الاهلي بشكوى للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضد رئيس الزمالك وقناه ناديه بسبب التصريحات اللي اتضمنت تحريضات علنيه ضد فريق النادي الاهلي اثناء تواجده في السودان. ده كلام غير مقبول بالمره، انك تحرض ضد فرقه رياضيه يا اخي حتى لو مش من بلدك، فكره التحريض ده امر غير مقبول بالمره. احنا شفنا النادي الاهلي بيوصف الاعتداءات اللي تعرض لها بعثه النادي الاهلي الفرقه وفي التدريب وهم في غرفه الملابس اتحولت الى صرف صحي، غرقوها بالصرف الصحي، الى الاعتداء على البعثه الرسميه وعلى طاقم السفاره في المدرجات، الاعتداء على علي لطفي، الاعتداء على محمد عبد المنعم بالبنج اثناء المباراه، الاعتداء على محمد الشناوي. شفنا كل هذه السلوكيات اللي جايه من رساله اعلاميه تحض على الكراهيه. قال لك ايه بقى؟ وحاول رئيس الزمالك في تصريحاته ان يلوح للجماهير السودانيه بالمخالفه للحقيقه ان الاتحاد الافريقي لكره القدم يجامل الاهلي ورفض حضورهم المباراه، يعني ان الاتحاد الافريقي الكاف عامل ده مجامله للاهلي، ما بصش مثلا ان الكاف واخد قرار ان المريخ السوداني يلعب في ليبيا ويروح يلعبه في ليبيا ما يلعبش على ارضه، فماشي، فاوحى للناس بكده. ورغم انه يعلم وفقا لبيان خبر النادي الاهلي مطلعه ويعلم رئيس الزمالك وكل الانديه المشاركه ان كاف هو من قرر اقامه المباراه المشار اليها بدون جمهور لعدم توافر شروط السلامة،
لعدم توافر شروط السلامه التي حددها الاتحاد الافريقي لكره القدم، كما قامت قناه نادي الزمالك ببث الاتهامات والادعاءات الباطله لبعض وسائل الاعلام والصحف السودانيه بحق النادي الاهلي بهدف الاساءه الى النادي الاهلي وتاريخه، وطلب النادي الاهلي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بتطبيق اللوائح والقوانين بحق المتجاوزين، تطبيق اللوائح والقوانين بحق المتجاوزين، حرصا على وحده الصف وعدم حدوث فتنه بين الجماهير المصريه. خلي بالك من فتره كان الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ كرم جبر قال لك خلاص يعني بعد كده هنحاسب من النهارده اللي يغلط، قال لك اللي هيغلط هنحاسبه من النهارده. فهل ده يتم الالتفات ليه واتخاذ اجراء ضده حفاظا على ارواح، حفاظا على ارواح الفرق المصريه في افريقيا؟ يا سيدي بلاش، حفاظا على روح ارواح لاعبي النادي الاهلي في منافساتهم الافريقيه. انت اوحيت للناس ان الكاف بيجامل النادي الاهلي، بينما الكاف بيطبق شروط السلامه، بدليل ان المريخ ما لعبش في السودان اصلا لان ملعبه غير جاهز وغير مؤمن. اما الهلال السوداني لعب في ملعبه لكنه لا تتوفر فيه شروط السلامه للجماهير، وبالتالي المباراه بدون جمهور وهكذا. وبالتالي هنا الايحاء للناس ان الكاف بيجامل النادي الاهلي وفقا لتصريحات رئيس نادي الزمالك بتشعل الغضب هناك عند فئه ضاله من الجماهير لا تستطيع ان تستوعب او تقيم الامور وفقا بعقل وبحكمه وباتزان، وبالتالي حدث ما حدث وهو ما هدد ارواح لاعبي النادي الاهلي خلال تواجدهم في السودان، وشفنا كلنا الحاجات اللي بالفيديو اللي هي يعني غاضبه جدا 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 وكده يعني. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين، ربنا يرزقك صحبته في الفردوس الاعلى من الجنه كده يا رب ان شاء الله جميعا كده يا رب يا رب ان شاء الله. بص يا سيد الفاضل، في بقى حاجه تانية النهارده كان مفترض يطلع القرار الخاص بقيد لاعبي نادي الزمالك، مش يطلع القرار، تطلع الكارنيهات وفقا لتاكيدات رئيس نادي الزمالك، واللي انا قلت من اول يوم ان فيها عدم احترام للجنه التظلمات والمستشارين اللي موجودين فيه، لانك انت بتستبق حكم لجنه التظلمات. انت قلت ده سيناريو متفق عليه امبارح في تصريحاتك على مجلس الدوله، لكن مش للدرجه دي، مش للدرجه دي الناس تبقى يعني كده. فبالتالي النهارده حاولت اعرف ايه اللي حصل في اجتماع لجنه التظلمات اللي موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم. واحد، لم يحضر رئيس لجنه التظلمات مستشار عادل الشربجي، ولم يحضر ايضا اعضاء لجنه التظلمات وهما اربع مستشارين محترمين لهم كل الاحترام وكل التقدير. معايا المستشار محمد اباظه، المستشار جمال عبد المنعم، مستشار محمد قدري، معايا المستشار ابراهيم، دول نواب نقد مع المستشار عادل الشربجي اللي كان نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى، ما حضروش للاتحاد الكره اصلا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مقرر لجنه التظلمات وهو الاستاذ، عاوز اجيب لك اسمه لان انا اتقال لي اسمه، الاستاذ كريم انور، استاذ كريم انور مقرر لجنه التظلمات، خد كل اوراق القضيه، ايوه القضيه، وراح بيها لمعالي المستشار عادل الشربجي واللجنه في مكان ما حدش يعرفه غير كريم انور. كما قام، خلي بالك اللي بقول لك ده شيء مهم، كما قام المستشار عادل الشربجي بغلق تليفونه نهائيا، بل مش كده بس، ده شال الشريحه عشان ما حدش خاطبه على الواتس، قال لك لحين الانتهاء من الامر ده، لانه مش عاوز اي ضغوط سواء من شخصيات سياسيه مرموقه او من شخصيات رياضيه مسؤوله او من مقربين منه من محبي ومشجعي نادي الزمالك من اصدقاء. شال الشريحه نهائيا عشان لا يتلقى حاجه على الواتس ولا على فيس تايم ولا على ايمو ولا اي برنامج من البرامج اللي الناس بتشتغل عليه، شال الشريحه نهائيا. طيب ايه اللي حصل؟ الورق راح له لحد هناك، درس الورق وشافه، والقضية بتنحصر في امرين، في اتجاهين، وفقا اللجنة سمعت ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى وكده. واحد، ايه شروط القيد؟ اول حاجة اللجنة، لجنة التظلمات بتبحثها شروط القيد ايه؟ تلات عناصر لشروط القيد غير متوافرة في هذا الامر. واحد، مراجعة العقود في منطقة الجيزة وانها تتختم. اتنين، توثيق العقود نفسها ودفع رسومها. ثلاثة، دفع رسوم القيد. طيب دول شروط القيد، توافروا ما توافروش. طيب اللعيبة اتسجلت على السيستم، بعض الناس
قال لك ان تسجيله مع السيستم بمثابة قيد، وهذا رأي لأحد الخبراء اللي قاله لي أنا شخصيا، وهو خبير في الأمور ديت على المستوى الدولي وله مكانة على المستوى الدولي ماشي. وجه صديقنا العزيز أحمد عبد الباسط قال مع إبراهيم فايق، قال إن اللي حاصل ده كله اشتغال، والمفرد ده يا أحمد مفرد واحد صاحبي وصاحبك قوي، أوعى تقول له على اسمك يا مجاهد ماشي، قال لك اشتغال ماشي، وإن اللعيبة كده كده متأيدة وناقص بس صدور الكارنيهات والخطوات السابقة ديت يمكن علاجها. فهنا في خطوات مش موجودة اللي هم الثلاث أمور اللي قلت لك عليهم، مراجعة العقود وتوثيقها وسداد رسومها، ده من شروط القيد. وفي حد تاني بيقول لك طب ما هم موجودين على السيستم ولو الاتحاد رافض كان عمل لهم بلوك. أول حاجة سألت فيها وتأكدت منها إن الاتحاد لا يملك إنه يعمل بلوك غير بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم. غير بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو بتوقيع عقوبات على النادي ماشي، ويبقى عارف قبلها بفترة وهو يبقى فيها نزاع، وده أمره عمره ما حصل ماشي، عمره ما حصل في مصر إن الاتحاد يمنع فرقة من القيد، لكن الاتحاد بيطبق قرارات جياله من الاتحاد الدولي. يعني الشروط الثلاثة مش موجودة، قال لك بس محطوط على السيستم يمكن علاج الشروط الثلاثة دول. فلجنة التظلمات أو لجنة الاستئناف أو السادة المستشارين الأجلاء بيناقشوا ده وبيتداولوا في ده، قرارهم هيبقى نابع من دماغهم وقرارهم لا استعجال فيه ولن يقبلوا بالضغوط فيه، وأي قرار هيتخذوه تعظيم سلام، أي قرار هيتخذوه تعظيم سلام. الناس اللي هي خبراء لوائح بيقول لك لم يستوفوا شروط القيد، الناس اللي هي متابعة الضغوط التي يتعرض لها الاتحاد المصري لكرة القدم اللي بحجة تهدئة الأوضاع في الشارع بيقول لك هيتأيدوا. خلي بالك الاتحاد الدولي أكد وجهة نظر الاتحاد المصري، لأن الزمالك اللي شاكي قال له ده شأن داخلي، بس يا اتحاد الكرة تأكد من سلامة إجراءات القيد. التظلمات بتبحث شكوى نادي الزمالك اللي هو بتقول إن أنا إجراءاتي سليمة، فلجنة التظلمات بتشوف ده قرارها إمتى الله أعلم. هل اتصل الأستاذ وليد العطار برئيس نادي الزمالك أول أمس وقال له معلش مش هنطلع الكارنيهات يوم الأحد وهنطلعها يوم الاثنين؟ مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم نفى ذلك وأكد إن هو مفيش أي تواصل مع رئيس نادي الزمالك، لو هو اتصل بحد ممكن يرد ممكن ما يردش، لكن بصفة عامة مفيش تطوع من وليد العطار انه يكلمه. كمان قال لي ان وليد العطار النهارده في الاسماعيلية مع الاستاذ جمال علام عشان كأس الامم المؤهلة الى كأس العالم، ومنتخبنا فيها شكله زي النيلة مع كابتن محمود جابر، اتعادل مع حصلت المجموعة او اضعف فرق المجموعة موزمبيق، عنده نيجيريا ثم عنده السنغال، والسنغال دي المجموعة دي هي اللي كسبت كاس افريقيا للمحليين من الجزائر في الجزائر، اه مجموعه شباب لكنهم مواهب فذه، وكسبوا نيجيريا، نيجيريا تقابل منتخب مصر يوم الاربعاء ربنا يوفق، كسبوا الامل موجود، خسروا روحوا على بيوتهم. وبالمناسبه اختيار الكابتن محمود جابر والجهاز الفني واختيار للمهندس احمد مجاهد قبل كده من المجلس الحالي ملوش اي علاقه بالامر. يبقى كده مداولاتهم تدور في هذا الاطار، قرارهم هيطلع من دماغهم، لا يتواجدوا في الاتحاد المصري لكرة القدم، هم في حالة غضب واستياء شديد من ترويج البعض ان الموضوع يعني لجنة التظلمات دي ديكور والمستشارين دول ديكور، والقرار معروف مسبقا ان خلاص اللعيبة هتتأيد هتتأيد واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط وحاجات بالشكل ده. عشان كده الشرع عادل الشرباجي والسادة المستشارين المحترمين لم يذهبوا الى الاتحاد المصري لكرة القدم واجتمعوا خارجه، ولا يعرف بمكانهم الا مقرر لجنة التظلمات الاستاذ كريم انور اللي خد لهم الورق وراح بيه ليهم في مكان يعني ايه هم ما قالوش عليه، وهو زي ما قلت لك المستشار عادل الشرباجي لا يتواصل مع احد. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي ازاي. مستر مارسيل كولر عنده مباراه مهمه غدا امام اسوان في اسوان في اجواء حاره تشابه اجواء مباراه نادي الهلال. مشكلته اللي انا عرفتها من خلال حواره مع مساعديه ومع لاعبيه هي في تجديد دوافع اللاعبين من اجل تحقيق الفوز في المباريات، خاصه ان اللعيبه هاديه ريلاكس يعني كده يعني. فبالتالي الراجل عمال يحرك الدنيا يحرك الدنيا ويحرك الناس كلها في هذا الاطار، وهو ان يعني نتنحرر شويه نبقى عندنا عايزين نحقق فوز. اللعيبه شافوا حاله الغضب الجماهيري والغضب الرسمي من الجهاز الفني ومن الاداره، وهم حارسين بكره ان هم يقدموا مباراه قويه.
يوجهوا بيها انذار لنادي سان داونز اللي جاي غدا باذن الله يوم الاربعاء، جاي يوم الاربعاء باذن الله تعالى لمواجهه النادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله في مباراه مهمه جدا. سان داونز فريق مختلف، فريق مميز، عنده لاعبين مهاريين بيجيد الضغط على المنافس من الامام، بيجيد تسجيل الاهداف، عنده فرقه متكامله ورائعه جدا جدا جدا. البعض بيقول لك ايه ده، هي بتبقى كده في الادوار دي لكن بتخرج من دور الثمانيه، مش فرقه بطوله. بس خلي بالك انت تحتاج الى الفوز الكبير، لانها كسبت الهلال على ملعبها وكسبت القطن الكاميروني في ملعبه بثلاثيه مقابل هدف. فبالتالي مستر مارسيل كولر يسعى الى تجديد دوافع اللاعبين وتحفيزهم من اجل تحقيق الفوز والخروج بقى من مود مونديال الانديه، وانك كنت بتلعب فلامينجو وسياتل واوكلاند سيتي وريال مدريد، الخروج من هذه الاجواء. كابتن محمود الخطيب النهارده تواجد في اسوان، وكان يوم جميل جدا 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 مع البروفيسور العالمي والجراح العالمي مسار فخر مصر والمصريين وبل الشعوب العربيه كلها، الدكتور مجدي يعقوب، البروفيسور مجدي يعقوب. وكان يوم جميل جدا، تم نقله على الهواء مباشره على صفحات النادي الاهلي وانا تابعته حوالين المعهد مجدي يعقوب للقلب اللي في اسوان، اللي انا بطالب الناس كلها انها تدعمه، زي ما بطالب الناس انها تدعم كل المستشفيات اللي ذات الطابع الانساني اللي بتقدم اعمال خيريه للمواطنين. هنا دي رساله مهمه للرياضيين، انك انت وانت بتطلع زكاتك لو متعود تطلعها في رمضان، عندك المشروعات الخيريه الطبيه اللي بتعالج اهلنا في الصعيد وفي ربوع مصر كلها، عندك معهد القلب، عندك 57 59، عندك بهيه، عندك حاجات كتيره جدا جدا، ربنا يا رب يكرم الجميع. لا، المستشار تركي آل الشيخ ملوش علاقه بالهلال يا استاذ، مستشار تركي آل الشيخ ملوش اي علاقه بنادي الهلال السوداني، ده كان كلام في 18 19 اظن، لكن هو من سنه 20 ملوش علاقه، حتى من مباراه النادي الاهلي اللي كانت هناك سنه 20 ملوش علاقه، ابتعد عن الرياضه تماما تماما تماما، عشان بس ما نفتريش على الناس، ملوش اي علاقه بالهلال السوداني خالص خالص خالص، مشي من السودان بقاله اكتر من سنتين ولا يتدخل في اي شيء رياضي سواء سعودي او عربي، وانما دوره في وزاره الترفيه او هيئه الترفيه ملوش اي علاقه باللي حصل في السودان، لكن اللي حصل في السودان نتيجه الشحن الاعلامي والمعلومات الكاذبه التي تم ترويجها وعملت شحن لفئه من جمهور السودان، الشعب السوداني فوق راسنا وله كل الاحترام وكل التقدير، وجماهير الهلال فوق راسنا، لكن من قاموا بهذه الافعال هم قله ضاله يجب عقابها، ويجب عقاب نادي الهلال السوداني وفقا للوائح التي تنظم مثل هذه الامور في الاتحاد الافريقي لكره القدم. دمتم في امان الله ويحفظكم رب العالمين، السلام عليكم.